خلونا نصبح على زميلتنا دينا شرف نعرف منها اخبار المرور والطقس في القاهره والمحافظات. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير بسنت، صباح السعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. طمنينا. حسيتي ان الجو النهارده برد شويه عن امبارح حقيقي اليوم اللي فاتوا. حقيقي. احنا كنا قايلين كده فعلا ان احنا درجات الحراره تنخفض من 3 لـ4 درجات من النهارده، فان شاء الله الجو. الناس اللي بتقول الشتاء فين؟ الشتاء موجوده. مش عارفه مستعجلين على ايه يا جماعه، عادي يعني. لا بس هو الجو الظهر بيبقى حلو بصراحه. بس هو لا هيبقى حتى في الساعات يعني في الظهر هيكون برد الكام يوم اللي جايين. فخلونا بقى دلوقتي نصبح على حضراتكم مره ثانيه ونستعرض معاكم في البدايه احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدا معاكم جولتنا من محافظه القاهره وتحديدا من كوبري اكتوبر اللي بيشهد كثافات مروريه وتباطؤ في حركه السيارات اعلى الكوبري، ده بسبب زياده الاحمال على الوصله المعلقه حتى رمسيس والمتجه من مناطق وسط المدينه حتى مدينه نصر. شارع رمسيس ايضا بيشهد كثافات مروريه هتبدا تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمره. كوبري 15 مايو المتجه الى المهندسين عليه كثافات مروريه، لكن بالنسبه لشارع بورسعيد من نزله كوبري اكتوبر بيشهد سيوله مروريه لحد منطقه الزاويه الحمراء. في كمان كثافات نسبيه عند الويلي ولحد كوبري الساحل والاميريه والكورنيش من المظلات الى وسط البلد. في كمان كثافات مروريه بسيطه ومتقطعه، لكن بالنسبه للمتجه الى المؤسسه ففي سيوله مروريه ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. نكمل معاكم جولتنا ونروح محافظة الجيزة. الطريق الدائري بيشهد سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند النزلات لكنها متحركة. محور 26 يوليو المتجه إلى أكتوبر بيشهد سيولة مرورية، لكن المتجه إلى المهندسين ففي كثافات معتادة ده قبل طلعة الدائري وميدان لبنان حتى نادي الزمالك. كمان شارع الهرم بيشهد كثافات مرورية والكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، لكن في كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني. بتظهر كمان كثافات تانية في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة لحد ما بنوصل لمناطق بولاء ومبابة، لكن بالنسبة لمحور صفت في كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. نروح معاكم لعروس البحر الأبيض المتوسط الأسكندرية وفي كثافة مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش. في كمان كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، لكن باقي الشوارع الجانبية فيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطع مع محور محمد نجيب. نفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. ونكمل جولتنا ونروح أسوان وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد سيولة مرورية، وعلى طول الشارع هنلاحظ ان في كثافة مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان أيضا في كثافات في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. حاولنا نطمن حضراتكم عن أحوال المرور في شوارع مصر المختلفة، لكن دلوقتي تعالوا نستعرض معاكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم بتتراوح من 4 لـ5 درجات مئوية. طقس النهاردة يكون مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وفي أمطار متوسطة هتكون غزيرة بالليل على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ده على فترات متقطعة. في كمان أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية بتكون خفيفة بالليل على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى. في كمان النهاردة نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، ده على فترات متقطعة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 20، أعلى درجة حرارة هتكون في مرسى علم 28، وأقل درجة حرارة في كاترين 18 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.